جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة اليوم من عناوين وموضوعات. الجهود المبذولة للإفراج عن الجنود المختطفين في سيناء تصدرت عناوين صحف القاهرة. جاءت المنشطات الرئيسية لصحيفة الأهرام، وحدات خاصة من الصاعقة والمظلات لاستعادة الجنود المختطفين، تمشيط لعمليات تمشيطية حول العريش واستمرار إغلاق معبر رفح وتكدس الفلسطينيين. الصحيفة قالت إنه في سباق مع الزمن تواصلت أمس محاولات الوساطة لإطلاق سراح الجنود المختطفين، فيما دفعت القوات المسلحة بوحدات من الصاعقة والمظلات والمدرعات استعدادا للمشاركة في عملية عسكرية واسعة إذا ما فشلت المفاوضات. إلى أزمة القضاء والتي ما زالت تحتل الصدارة كذلك في عناوين الصحف، نقرأ من صحيفة المصري اليوم: نادي القضاء يبدأ إجراءات تدويل الأزمة، الزند يسلم رئيس الاتحاد الدولي للقضاء ملفا بالانتهاكات. والصحيفة تنقل عن مصدر قضائي بنادي القضاء إن المستشار أحمد الزند رئيس النادي سيعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس الاتحاد الدولي للقضاء عقب وصوله القاهرة اليوم لتسليمه ملف كامل بالانتهاكات التي يتعرض لها القضاء قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده غدا. الاستعدادات لمليونية جديدة في 30 يونيو كانت أيضا من ضمن متابعات عناوين صحف اليوم. نقرأ هذه المرة من صحيفة الوطن: الثوار يستعدون لحصار الاتحادية في 30 يونيو بحملات كاذبون وجرافيتي. تحالف القوى الثورية مظاهرة الجمعة بداية لثورة التصحيح الحقيقية ضد النظام، ومصر القوية ينضم لمؤيدي تمرد. من العناوين الرئيسية لصحيفة الأخبار نقرأ: المركزي للمحاسبات يفجر مفاجأة، الموازنة غير دستورية والحكومة بلا خطة. ذكرت الأخبار أن الجهاز المركزي للمحاسبات فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس، حيث كشف عن أن الدستور الجديد يلزم الحكومة بتقديم موازنة تتضمن خططا للتنمية الاقتصادية وبرامج للإصلاح الاقتصادي، في حين أن الموازنة الجديدة ما هي إلا موازنة بنود خالية من أي خطط أو برامج إصلاحية. أزمة الجنود المختطفين في سيناء ألقت بظلالها على مقالات الرأي في صحف اليوم، وحذرت من خطورة الأوضاع الأمنية في سيناء. صحيفة اليوم السابع نقرأ منها مقال رئيس التحرير خالد صلاح الذي انحاز فيه للرأي الرافض للتفاوض مع الخاطفين. هذه الجريمة لا تفاوض فيها ولا ينبغي أن يكون، وهذه الأرض المنتهكة في سيناء لا مصالحة فيها على حساب مصر وأمنها ولا ينبغي أن يكون. هذه الوحدات العسكرية التي تتحرك نحو سيناء لا ينبغي أن تتردد في تحرير جنودنا المختطفين على نحو ينتزع الخوف من قلوبنا الذي يترسخ يوما بعد يوم على أمن مصر. لا تصالح القتلة، لأن كتائب القتل ستخرج كل يوم في دوامات جديدة للدم، ولا تصالح الخاطفين، لأن عواصف الخطف وابتزاز الدولة وانكسار هيبة هذا البلد ستقتلع كل ما تبقى لنا من أمل في البناء وفي المستقبل. زمن اللا يقين، عنوان مقال للكاتب الكبير فهمي هويدي بصحيفة الشرق الأوسط الذي يرصد الشروق والذي يرصد فيه حالة التشكيك واللا يقين التي أصابت الشعب المصري بعد الثورة نتيجة الصراع السياسي، والتي امتدت إلى التشكيك في الثورة نفسها، محذرا من خطورة استمرار حالة الاستقطاب السياسي على مستقبل مصر. في مصر الآن ما عدا المرء يسأل عن الأمور التي جرى التشكيك والطعن فيها، ولكن السؤال الصحيح ينبغي أن يكون عما لم يجري التشكيك والطعن فيه. فالأجواء الراهنة غاب عنها اليقين تماما، كما غاب عن الإجماع الوطني حول أي قضية في حالة عبثية لا تسمح حتى بالتحليل أو المناقشة. الخلاف السياسي اتخذ منحا مثيرا للدهشة، فلم يعد يحتمل الحيادة ولا الإنصاف، وبات المطلوب ليس فقط الاصطفاف لهذا الجانب أو ذاك، وإنما أيضا تجريح الطرف الآخر وتوجيه الاتهامات إليه. وأزعم أن غياب الثقافة الديمقراطية يشكل عاملا رئيسيا في ذلك المشهد المحزن. الأزمة السورية وتداعياتها تحظى باهتمام كبير من خلال متابعات الصحف العربية. ونقرأ من صحيفة القدس العربي: الأسد يؤكد لوكالة أنباء أرجنتينية قد أترشح عام 2014. أبرزت الصحيفة نفي الرئيس السوري بشار الأسد أن تكون قواته استخدمت أسلحة كيميائية ضد المقاتلين المعارضين، ومزعمه بأنه ربان السفينة السورية وربان لا يهرب،
مشيرا إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة في عام 2014. حول أزمة الجنود المختطفين في سيناء تدور عناوين الصحف العربية كذلك. نطالع من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية على صدر صفحتها الأولى: الجيش المصري يطلب الضوء الأخضر من الرئيس لحسم قضية المختطفين بعد مفاوضات يائسة مع الخاطفين. الرئيس مرسي يطالب بالتعامل بحذر مع هذه القضية من دون إراقة دماء. من جانبها ألقت صحيفة الحياة الضوء على المشهد التونسي تحت عنوان: أجواء مواجهة مع زحف سلفيين على القيروان في تونس، حيث عاشت تونس أجواء توتر خشية وقوع مواجهات بين قوات الأمن وألاف الناشطين السلفيين الذين تحدوا قرارا حكوميا بمنع انعقاد ملتقاهم الثالث في مدينة القيروان. ووقعت مناوشات متفرقة من مناطق عدة خلال محاولة قوات الأمن منع سلفيين وجهاديين من التوجه إلى المدينة، مما يعكس حالة الاضطراب الأمني سياسية في البلاد. إلى أنباء عن خطط أمريكية لعملية عسكرية داخل ليبيا، عنوان نطالعه من صحيفة الراية القطرية، والتي نقلت عن مصادر أمنية أمريكية أن القوات الأمريكية وضعت عدة خطط للقيام بتحرك عسكري ضد منفذي الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية. تهدف هذه الخطط إلى اعتقال المتورطين بالهجوم وتطهير المدينة من البؤر الإجرامية في ظل الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا. وقفة هذه المرة مع صحيفة البيان الإماراتية، والتي ألقت بدورها الضوء على الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة، خاصة أزمة اللاجئين الذين تجاوزت أعدادهم 1.5 مليون شخص، ما يشكل عبئا على دول الجوار، تحت عنوان: كارثة إنسانية. نتابع. مشكلة اللاجئين السوريين وحدها كفيلة بأن تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم يسهم في وضع حد لهذه المشكلة، لأن استمرار هذا الوضع سيزيد من أعداد اللاجئين، وقد تخلو سوريا خلال عام واحد من الغالبية الساحقة من ساكنيها، ما يعني أزمة دولية لا تقف حدودها عند دول الجوار فحسب، بل ستصل إلى أوروبا نفسها. الوضع السوري لم يعد يحتمل مزيدا من إضاعة الوقت، ولا بد من وضع حد لهذا النزيف بشكل من الأشكال، فهي المرة الأولى التي يقف فيها المجتمع الدولي عاجزا عن اتخاذ قرار في شأن مأساة تبث على الهواء مباشرة أمام جميع سكان الأرض. الأوضاع الأمنية والسياسية المتداعية في العراق كان لها حضور على صحيفة الشرق القطرية، التي حذرت من سقوط العراق في مستنقع الدم الطائفي من جديد بعد أن عاش أسوأ أيام طائفية خلال سنوات الاحتلال الأمريكي. العنوان: العراق والمستنقع الجديد، والتفاصيل: العراق منذ أن خرج من سلطة الاحتلال لم يخطو خطوة جادة وحقيقية نحو المصالحة والتنمية الديمقراطية، بقدر ما بقي دائرا في مربع الانسداد السياسي والاحتقان الطائفي والاستبداد الفئوي، لدرجة بلغت ذروتها بالتزامن مع هبوب رياح الربيع العربي، وهي الرياح التي كنا نتوقع هبوبها من العراق. إن تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وزيادة وتيرة العنف تحمل مؤشرات لا تبشر بالخير لمستقبل هذا البلد، وما لم تعي قيادته السياسية خطورة المستنقع الذي تجره إليه، وتبادر لعقد حوار وطني ينهي حالة الاحتقان ويطوي صفحة الإقصاء ويمنح للجميع حقوقه في هذا البلد العريق. مطالعتنا الصحفية مستمرة مع حضراتكم، ونتحول إلى أهم عناوين الصحف العالمية. البداية بالمشهد السوري الذي تناولته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من منظورها، حيث قالت: استمرار الفوضى في سوريا يهدد الإنجازات الاقتصادية والسياسية التي صنعها حزب التنمية والعدالة في تركيا بشق الأنفس بزعامة أردوغان. يدرك أردوغان جيدا أنه ما لم يضمن مزيدا من الدعم الأمريكي للإطاحة بنظام الأسد، فإن بلاده ستصبح الخاسر الأكبر بالمنطقة، وسيصبح الخاسر كذلك بصناديق الاقتراع. نظر سباق تسلح بدأت تظهر في أفق شبه الجزيرة الكورية، وسلطت عليها الضوء صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية. قالت: القلق المتزايد بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي دفع الكثير من مواطني جارتها الجنوبية إلى تأييد فكرة امتلاك ترسانة نووية. إصرار بيونغ يانغ النووي يحفز اليابان بدورها للتفكير في الإقدام على خطوة مماثلة، رغم ما تعرضت له من ويلات قنبلتي هيروشيما وناجازاكي الذريتين.
الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي مؤخرا أولته صحيفة تيليجراف البريطانية اهتماما خاصا، وأجرت استطلاعا للرأي أظهر أن 46% من البريطانيين يؤيدون فكرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل رفض 30%. وبحسب الصحيفة فإن نتيجة الاستفتاء تعد مؤشرا خطيرا يلقي بظلاله على ما قد يسفر عنه الاستفتاء المقرر عام 2017، والذي يفضل رئيس الوزراء كاميرون الانتظار حتى تاريخ إجرائه. وبعيدا عن الزخم السياسي وعلى الصفحة العلمية، حملت صحيفة اندبندنت البريطانية بشرى سارة لمرضى نقص المناعة المكتسبة الإيدز، حيث أشارت إلى أنه بمناسبة حلول الذكرى 30 لاكتشاف فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز، يعقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر سيطرح علاجا فعلا لهذا المرض الخطير، ويجعل الفيروس تحت السيطرة ويحد من إمكانية نقله لأشخاص آخرين، لافتة إلى أن نحو 60 مليون شخص يعانون من المرض، توفي منهم 25 مليونا منذ الثمانينيات من القرن الماضي. إلى لوفيغاغو، ومع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الإيرانية، بدأت الصحف العالمية وعلى وجه التحديد لوفيغاغو في تغيير أو استمرار قراءة لاستمرار موقف الدول الغربية تجاه طهران، وكتب الصحفي بيير غوسلين تحت عنوان ترشح رفسنجاني. إن ترشح رفسنجاني ضمن ماراثون الرئاسة في يونيو المقبل قد يغير قواعد اللعبة، لأنه يمثل عمليا تحولا حاسما في تاريخ البلاد، فهو بمثابة ناطق بلسان تيار الإصلاحيين، كما أنه ليس لديه الكثير ليخسره. ومع ذلك قد لا يبدو رفسنجاني الأكثر اتساقا مع تطلعات المعسكر الإصلاحي. وهنا يطرح تساؤل، هل سيتوجه الناخبون إلى رفسنجاني باعتباره المرشح القادر على رفع التحديات الهائلة التي تواجه بلاده؟ الإجابة ببساطة تتلخص في أن السياسة الإيرانية أكثر تعقيدا من أن يتم التوصل إلى إجابات قاطعة حول أسئلة ستبقى معلقة بتطورات الأسابيع المقبلة. رغم مشاهد العنف المتلاحقة في ليبيا إحدى دول الربيع العربي، إلا أنه ثمت بارقة أمل لمستقبل أفضل. مجلة فورين بوليسي طرحت هذه الرؤية من خلال مقال قالت فيه: الشعب الليبي أصبح لديه حظوظ وفرص كبيرة لحماية حرياته وحقوقه المدنية وقطع صلته نهائيا مع الماضي الاستبدادي القمعي، في ظل بزوغ نجم حركات إصلاحية تنويرية تسعى لتكريس حرية الرأي والتعبير، خاصة بعد رفع تصنيفها العام الماضي ب 23 نقطة في مؤشر حرية الصحافة. كما أن حرية التنوير التي تشكلت العام الجاري من أجل إعادة صياغة فكر المجتمع الليبي والحث على اتباع الفكر الانتقادية ونفض غبار الماضي المظلم خير دليل على أن ليبيا بحاجة إلى مثل هذه الحركات، لا سيما وهي تحاول بناء دولة المؤسسات بروح التسامح ورفض التمييز. والآن مشاهدينا الكرام، إليكم هذه الوقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم. ختام جولتنا الصحفية، شكرا لكم وإلى اللقاء.